مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، أم منزل الفنانة الشعبية فتينة المراكشية اللي غيتعرف عليها الجمهور المغربي عن قرب. اليوم غتحكي القصة ديالها اللي فيها مأساة وفيها أشياء كثيرة دازت عليها، خصوصا في زمن كورونا. والقصة الصادمة والغريبة هو أن الإبن ديالها اللي في العمر ديالو 10 سنوات ومصاب بداء السرطان، كيقول لها: ماما، الأمنية ديالي أنني نشوفك بحال الفنانات المشهورات في التلفزيون، وتأنا نقول صحابي هذه ماما مغنية. فتينة دوزت بزاف ديال المصاعب في الحياة ديالها، غنات في الكباري، غنات في الحفلات، في الأعراس، غنات الإنشاد الديني، كوميديا بامتياز في مراكش ومعروفة عند مجموعة من الفنانين. اليوم تحكي لنا القصة ديالها أكثر، وكذلك غنسمع الصوت ديالها اللي غيتعرف عليها الجمهور المغربي أكثر. اليوم فتينة مراكشية، مرحبا بك على قناة شوف تيلي. بارك الله فيك أختي ماريا، الله يخليك، بارك الله فيك. قربي الجمهور أكثر، شكون هي فتينة مراكشية؟ فتينة المراكشية اللي كانت كتعيش مأساة، وكتعيش المأساة ديال الأم والأب اللي ماتوا، وهي خلاها صغيرة. الوالدة ماتت في الولادة ديالي، الوالدة عندي 6 شهور، يعني ما كاين لا أخت لا أخ، وكنحمد الله كنشكر. ما عندك لا خوت لا والو، ماتوا الوالدين وانت طربيه. مات الوالدة في النفاس ديالي أنايا، والوالد عندي 6 شهور، وربات لي واحد السيدة الله يرحمها مسكينة، ولا رحمتها. يعني عشتي قصة، عشت قصة محزنة، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، عشت مأساة وعشت صعوبات، ولكن الحمد لله. الحمد لله. فتينة تزوجتي ودرتي الوليدات؟ تزوجت من 13 سنة. 13 سنة؟ 13 سنة. عندي 4 ديال الوليدات، عندي 3 دراري وعندي بنية، وعشت واحد المآساة ديال الزواج، ولكن الحمد لله ربي عوضني خير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. عاودي لي كيفاش دخلتي للفن؟ أول مرة اكتشفتي فيك الصوت والموهبة ديال الغناء؟ كنت صغيرة تقريبا، ملي كانت عندي 6 سنين وأنا صغيرة، ولكن كانت في نعيمة سمير، غناتي فرحات كاع الأغاني، أم كلثوم كنت كنغني كاع الأغاني، وكنت شاركت في المعهد في مراكش، وما قدرتش ليا الحظ، يعني ما عطانيش الحظ صافي، وبقيت خدمت، دخلت للدومين ديال الحلاقة صافي، وبقيت. يعني درتي بزاف د الحوايج في حياتك. يعني شنو وقع جميع جميع، يعني خدمت في الحلاقة، خدمت في الزرابي، خدمت في القهاوي، ما خليت فاش خدمت، يعني عشت مأساة صعيبة. عمرك درتي شي اغنيه ديالك خرجتيها؟ كنغني الاغاني ديال الفنان. لمن كتغني؟ شكون الفنانات اللي كتغني؟ كنغني الداوديه، كنغني الابتسام تيسكيت، كنغني نجاة عتابو، بزاف ديال الاغاني، كنغني اغاني خليجيه، اغاني شعبيه. سمعينا شي حاجه الداوديه ونكملوا معك الحوار بالبندير الا بغيتي. خدي البندير باش يعيشوا الناس الاجواء ديال عندو لا خيانة موضع حسابو لما لعبتي ما شاء الله عليك، الناس كلهم عجبهم الصوت، كيصفقوا عليك وقال لك صوت ضايع. كتحسي براسك ضايعه في الوسط الفني؟ واختي ضايعه بزاف، ماشي شويه،
يعني انا اللي محتاج يوقفوا معايا الناس ومحتاج بزاف ديال الامور، لان الانسان صعيب تعيش يتيمه ومنين تبغي يعني توصل لواحد الهدف ما كتلقاي حتى شي حد يعطيك يمد لك يد المساعده. وانا كنتمنى نحقق الامنيه ديال ولدي اللي مرض ليا بالسرطان، هذه اللي كنتمنى عند الله سبحانه وتعالى، واللي كيشوفني يتعاون معايا الله يجازيه بخير. ما بغيت لا فلوس لا والو، يتعاون معايا في الشهره الله يجازيكم بخير. واخا ولدك كيفاش تصاب بالسرطان؟ امتى وشحال في عمره؟ ولدي دابا تقريبا عنده 10 سنين تقريبا، هادي عام باش تصاب بالسرطان. يعني دازت عليه مسكين مآسات، يعني بزاف الانسان ام تربي ربعه الوليدات صعيبه بزاف. وانا هادوك الوليدات الحمد لله كنحسبهم هما والديا، هما خوتي، هما عائلتي، هما كلشي. وكنتمنى بانني نحقق لهم هاد الامنيه ونوصلهم فين ما بغاو. شنو كيقول لك ولدك؟ كيقول لي يا ولدي كنقول للدراري في المدرسه ان شاء الله امي رابط بان في التلفازه وتمثل كوميديا وتغني وتشوفوها ونجي نقول لكم هذيك راه هي امي اللي كتمثل. وبغيت نحقق لها اختمارية هذه الامنيه، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى واللي كيشوفني يتساعد معايا ونوصل للبلاصه اللي بغا ولدي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله غنيتي في معود الحوات؟ غنيت مع المذكوري وغنيت مع واحد السيد كيقولوا ليه السويسي عبد الله، وغنيت مع منعم لطيري، من كاع واحد انس ولد اسفي، يعني كاع تقريبا المغنيين غنيت معاهم. ومؤخرا وليت كنغني بوحدي، يعني ما كاينش الاخلاص، يعني كاع اللي غنيتي معاه ووقفتي معاه ولا شي حاجه ما كيصفيش، ما كايناش التصفيه. ماشي كيقولوا هذيك راه يعني وليا خصنا نتعاملوا معاها ولا ما كاينش اللي يعني يقدرك، ما كاينش اللي واقف معاك، ما كاينش بزاف ديال الامور. تكرفستي في المجال الفني؟ تكرفست بزاف اختي من صغري، ملي كانت عندي 3 سنين اكتشفت الوالدين بانه راه ما عنديش. عندك 3 سنين قالوا لك راه والديك ما كاينش وانت غير مربيه، باش حسيتي؟ حسيت بالموت، بالموت اختي ما نكذبش عليك. يعني دوزت عذاب، بنت 6 سنين خدمت في السرابي، بنت 6 سنين تعريت، بنت 6 سنين كنت نمشي بطراقات الميكا للمدرسه، بنت 6 سنين ما عشت الطفوله ديالي، ما لعبتش بحال الناس، ما كملتش قرايتي بحال الناس. يعني بنت 6 سنين وانا في تعمار كنت كنخدم السرابي، وداك الشيء اللي قسم الله كنت هذيك السيده اللي رباتني كانت تكسيني بيه بعض الخضره ما خليت ما بعد، والحمد لله. الحمد لله. اللهم لك. شنو كتمني اليوم؟ كنتمنى ان شاء الله نكون فنانه او ممثله. شكون الفنانات كيشبهوك بها وكتقولي ان شاء الله غنولي بحالها؟ بالنسبه للممثلات كاع كيعجبوني تقريبا، كتعجبني فاطمه بن موسى، كتعجبني الممثله المراكشيه، كتمثل بزاف معها في القوس. شكون ماجدة أزناق؟ ماجدة أزناق كتعجبني، سميتو الممثلة اللي سعيد سعاد حسن، هي كتعجبني، كتغني وكتمثل الفنانة سعاد حسن. شحال رقم التليفون ديالك بغيتي نديروه يساعدوك الناس؟ 06 73 25 87 41. مشاهدينا هذا هو الرقم ديال فاتينة، فاتين ولا فاتينة؟ فاتين المراكشية. نتمنوا ان تكون يعني شي فنان ولا شي موزع ولا شي مخرج يشوفك، كتشوفك موهبة ديال التمثيل والفوكال، لان كاينه دموعك غاليين، حنا ما بغيناكش تبكي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي ما عمره يحشمنا. كتشبهي شويه خديجه البيضاويه؟ كتعجبني خديجه البيضاويه، وكتعجبني خديجه اطلس، المغنيين كلهم كيعجبوني، يعني لطيفه رأفت، نعيمه سميح، يعني كاع الحمد لله الرواد القدام اللي في الغناء كلهم كيعجبوني الحمد لله. دابا شكون اللي كيصرف على الابن ديالك وكيعالجو من السرطان؟ المهم الا خدمت انا راه كنعطي شي شويه، ما خدمتش الناس اللي كيتعاونوا معايا في مراكش الله يجزيهم بخير. كتخدمي في لي كاباري؟ كنخدم في كاباري العراسات، العيال فيها كنمشي
كيعيط ليا كنمشي ولكن ما كيعطيونيش رزقي كامل كيضيعوني. حلاش بزاف يعني بالنسبه للغرامه بالنسبه للكاش ديال بالنسبه للكباريت ما كناخذش الكاش. بالنسبه للغرامه كتخدمي في عراسات ولا كتخدمي مع اي واحد كو انا نجي كيعطيك داكشي اللي بغا وكيشدوا داكشي اللي بغا. تحسي بالحقره؟ يعني درتي واحد المجهود من قلبك ماشي خدمتي يعني خدمتي بالغش، خدمتي من خاطرك علاش باش تفرحي هذوك الناس، باش هذوك الناس يقولوا الحمد لله راه هذيك الانسان راه خدمت بجهد وما كاينش اللي يعطيك شي حاجه وما كاينش اللي يدق عليك ويقول لك واش خصك. حنا عشنا في جائحه كورونا والحمد لله راه الله المستعان، ما عمر شي حد لا من الخدمه ولا من حتى شي حد اتصل بيا ولا قال لي شنو خصك، وعارف وعارف الحاله ديال الظروف ديالي انا. ان شاء الله تعالى كل خير، ان شاء الله نشوفك نجمه كبيره في الفن الشعبي ونستمتعوا معك دابا بشي اغاني تقدميهم للجمهور على المباشر. شنو الكلمه الاخيره اللي تبغي تقولي للجمهور ديالك والناس اللي غيشوفوك والناس المسؤولين على الوسط الفني باش ان شاء الله تكوني سنتي من الفنانات وتحقي الحلم اولا الابن ديالك قبل ما تحقيه لك انت؟ انا كنجمي جميلة سعيد المصيري، كنت جميلة الحسن، وكانوا الجهيدة للفركوس، وكانوا الجهيدة لجميع الممثلين المغاربة بأنهم وقفوا معايا وقفوا لي التعاون وقفوا المساعدة على الجسد. ان شاء الله باذن الله توصلهم لا سي سعيد النصيري لا الحاج فركوس لا سي حسن الفد من الفنانين الكبار ديال المغرب ومن اطيب خلق الله. نتمنى ان الرساله توصلهم ان شاء الله باذن الله في قريب، وانا كنوعدك ان غادي نصيفط لهم الفيديو وان شاء الله يجاوبوك في اقرب وقت ويجيو عندك علاش لا ويتعرفوا عليك عن قرب. شكرا لك فاتين، نسمعوا منك شي حاجه للجمهور. تفضلي. اللي بيتي ديري نجات عتابو ديري خلطي ليهم الجمهور هو غير يستمتع معاك دابا عندك اختيار. يا خجوني مار قلبي اللي بغاك العمر شربي الماء شربي الماء ماشي مشكي شربي الماء ماشي مشكي كنتفكر المآسات ديالي كنتخش والله اختي ماريا ما شاء شربي الماء شربي الماء الا ما قدرتيش تكملي صافي نعتذروا للجمهور. ¡Gracias!
الله عليك فاتية المراكشية، تبارك الله عليك، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله تحقق الحلم ديال الابن ديالك ويشوفك ان شاء الله في التلفزيون، وان شاء الله يشوفك اليوم يفرح بك، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، والله يسر لك في اللي فيها الخير يا ربي. شكرا لكم مشاهدينا نتوما على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.